في قمة تونس كان شعار العزم والتضامن، وقد تم السعي إلى أن نترجم هذا الشعار على أرض الواقع، ولكن سنواصل السعي من أجل تحقيق هذا التضامن وهذا التكافل وهذا التعاظم. ولا يفوتني هنا أن أشكر جميع الدول العربية على المساندة وكل التقدير لمعالي الأمين العام للجامعة على جهوده وعلى مبادراته. من العزم والتضامن إلى قمة لم الشمل، أو مع العزم والتضامن لم الشمل، على كلمة سواء، على كلمة واحدة. في الجزائر والتي احتضنت عديد المؤتمرات في مستوى القمة وكانت مؤتمرات تاريخية، وأدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لتسلم رئاسة القمة العربية 31، وأنا على يقين بأن الجزائر الشقيقة، بأن الجزائر التي قدمت أكثر من 1.5 مليون شهيد في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، بأن الجزائر لن تدخر أي جهد على الإطلاق للمضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف، وستجد من شقيقتها تونس وبالتأكيد من كل أشقائها العرب كل الدعم والمساندة لتوحيد الكلمة ورص الصفوف ولم الشمل. وفقنا الله جميعا لما فيه خير أمتنا ولما فيه خير شعبنا العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.